وعلى الحديث عن استمرار القصف الروسي وقصف النظام السوري على إدلب، معنا من الريحانية على الحدود السورية التركية مصطفى النعيمي الناشط الإعلامي والإعلامي السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك حياك الله أستاذ مصطفى. بداية، هلا وضعتنا في تفاصيل القصف الذي استهدف إدلب اليوم، وما هي الرسائل التي حملها هذا القصف؟ نعم، خلال 24 ساعة الفائتة قد استهدف سلاح الجو الروسي في غارة غربية بلدة الزيارة غربية حماة، مما أدى إلى مقتل امرأة، إضافة إلى مجموعة من الجرحى تلك الغارة. وبالانتقال إلى قصف قوات النظام في مدينة على مخيم قرية باثنتا، فقد استهدفت على أثر هذا الاستهداف، إضافة إلى إصابة امرأة أخرى بقصف لقوات النظام على مدينة جسر الشغور غربي إدلب. كما استهدفت قوات النظام بقذائف الصاروخية محيط مدينة أريحة، في دلالة واضحة على أن قوات النظام ما زالت تسعى من أجل يعني خلق المزيد من الفوضى في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها، وتحت استخدام سياسة القضم المتدرج تحاول استعادة بعض المناطق، يعني في محاولة استعادة يعني الهروب إلى الأمام من أجل استعادة تلك البلدات. القوات الروسية من خلال غرفة العمل المشترك تديرها روسيا، وتعطيهم المعلومات من خلال المسيرات التي تقوم برصد كافة الأهداف المتحركة في محافظة إدلب. نحن بلا شك يعني اليوم نتحدث اليوم عن ردود المعارضة. اليوم هنالك استهداف، اليوم صباحا تم استهداف محيط معسكر يورين، أدت إلى إصابات يعني حقيقة في صفوف قوات النظام نتيجة الاستهداف. أستاذ مصطفى، يعني أمام هذا الخرق الروسي لاتفاق سوتشي، كيف ستتعامل تركيا برأيكم مع هذه الانتهاكات وتأكيد وزير دفاعها التزامهم بالاتفاق؟ على جانب المعارضة علينا أن نغفل أن هو الجانب قوات النظام والميليشيات الولائية متعددة الجنسيات، لكن الغريب في الأمر أنه اليوم هو الضامن الروسي. استمرار العمليات العدائية من خلال سلاح الجو الروسي هو مؤشر خطير على أنه ربما قد يكون هناك عمليات بالدعم وإسناد من قبل القوات الروسية، فيما لو حصل سيكون مصير المنطقة بشكل عام مهدد بالخطر، وبنفس الوقت هو سيشكل خطر على الدول بشكل يعني بشكل عام، على لا سيما دول الاتحاد الاوروبي الذي هي يعني المرشح الاكبر يعني انضمام المزيد من اللاجئين الى روسيا، وتشكل بنتيجه ذلك تدفع. طيب استاذ مصطفى، يعني هل برايكم استمرار القصف بهذا الشكل ممكن ان يتطور لعمليه عسكريه وشيكه، خصوصا بعد ساعات من التحشيد المستمر في مناطق خفض التصعيد؟ من قبل ميليشيات الولائية متعددة الحرس الثوري الإيراني التي تدير كافة العمليات العدائية من خلال فيلق الذي يقوم بإعداد وتجهيز ودفع على الجبهة. وبنفس الوقت علينا لا نغفل الدور اللبناني، حزب الله اللبناني متواجد في محيط مدينة الخرب والذي يحدث المحاولة القتالية في هذه المنطقة، والذي يستهدف من خلالها محيط من ضافة من محيط مدينة المدن القريبة منها كمعرة مصريين، إضافة مجموعة من المجاورة مدينة إدلب. نعم. من خلال الناشط والإعلامي السوري الأستاذ مصطفى النعيمي، كنت معنا عبر سكايب من الريحانية على الحدود السورية التركية. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.